روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. النهاردة الحلقة رقم 6 في حياة النجاشي رحمه الله رحمة واسعة، والحقيقة قصة في غاية الروعة وموقف مؤثر جدا للنجاشي رحمه الله رحمة واسعة. كلمنا في الحلقة الماضية عن موقف جعفر بن أبي طالب كأعظم سفير للإسلام في بلاد الحبشة، وكان المتحدث الرسمي باسم الوفد الإسلامي، وتكلم مع النجاشي كلام عظيم جدا وعرض الإسلام في 5 محاور. المحور الأولاني عرض له صورة الجاهلية القبيحة اللي كانوا عايشين عليها قبل الإسلام. المحور الثاني عرفه بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. المحور الثالث عرض عليه الإسلام والمنهج بتاع الإسلام والدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والمحور الرابع وداره ووضح له صورة من الأذى اللي تعرضوا له من مشركي قريش عشان يرقق قلبه. والمحور الخامس ختمه بكلمات رقيقة وجميلة في حق النجاشي علشان يرقق قلبه من ناحيتهم وعلشان يستقبلهم في هذه الأرض وتكون مصدر أمان ليهم. والنجاشي قابل كل دوت بكل عقلانية، قال له في حاجة يعني أنزلها الله على نبيكم حتى أسمعها؟ قال له أيوة، فقرأ عليه صدرا من سورة مريم وبكى النجاشي وبكت الأساقفة والبطارقة، وبكوا بكاء شديد جدا جدا. وبعدها عمرو بن العاص حب يعمل مكيدة وقال هقول له ان هم بيقولوا ان عيسى عبد، لان هم كانوا بيعتقدوا ان هو ابن الله، فبكده ان انا ممكن ادمرهم ويبقى كده يستأصل خضرائهم وخلاص نخلص عليهم. فلما راح قال كده للنجاشي، فالنجاشي بعت لهم وسألهم ماذا تقولون في عيسى؟ قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته الى مريم وروح منهم. فقال اجل، هذا هو الحق. وطبعا البطارقة نخروا وتضايقوا وتنرفزوا. فقال وإن نخرتم، ثم قال للصحابة أنتم آمنون في أرضي، من سبكم غرم؟ من سبكم غرم؟ ورد الهدايا كلها لعمر بن العاص وعبد الله ابن أبي ربيعة، ورفض أنه يقبل أي هدية. ثم بعد ذلك خرج البطارقة وزعموا وقالوا للناس ده النجاشي ارتد عن الدين النصرانية ودخل في دين الإسلام ولا بد من خلعه من الحكم. وصل الخبر للنجاشي، كان أول حاجة حبايب قلبي ما خافش على نفسه ولا على الكرسي بتاعه ولا على ملكه، خاف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم، بعت لجعفر بن أبي طالب وقال له خد بالك الناس دي تقلبوا عليا، واحتمال يحصل صدام ما بيني وما بينهم، واحتمال إما إن أنا أقتل أو اتشال من على ملكي أو يحصل أي حاجة، فأنا خوفا عليكم جهزت لكم سفينتين على البحر، اقعدوا في السفينتين وما تتحركوش، فإن أنا انتصرت ورجعت الملك مرة تانية تعالوا أنتم آمنون في أرضي، وإن اتهزمت وتشلت من على ملكي روحوا أي بلد تانية والتمسوا الأمان هناك فإني أخشى عليكم منهم. وبالفعل قعدوا في السفينتين وكانوا في غاية الحزن والأسى وخايفين على النجاشي، لأنه فعلا حبوه وحسوا أنه إنسان فعلا فاضل وإنسان عادل زي ما النبي قال عنه صلى الله عليه وسلم، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وبالفعل راح البطارقة وقلبوا على النجاشي واحد من ولاد عمه الاثناشر اللي كانوا قبل كده عايزين الملك بعد أبوهم لما مات، كانوا عايزين الملك وتخانقوا مع بعض وتصارعوا مع بعض، والحكماء قالوا لهم عن دول سفهاء ما ينفعش ولا واحد منهم من الملك، والوحيد اللي ينفع لملك الحبشة هو أصحم بن أبجر اللي هو النجاشي الذي أحبه النبي وأحبه المسلمون رحمه الله رحمة واسعة. وبالفعل جم وخلوه هو نجاشي الحبشة. فلما تقلب عليه ابن عمه راح مجهز الجيش بتاعه، والنجاشي جهز الجيش بتاعه، والتقوا بعد على الضفة الأخرى من نهر النيل، وده كان مكان مجهز لأي قتال يحصل ما بين زعماء هناك في مدينة في بلاد الحبشة أو في أي بلاد مجاورة، كانوا بيتقاتلوا في هذا المكان. المسلمين قاعدين قلقانين وتعبانين جدا ومتضايقين وقاعدين يدعوا للنجاشي إن ربنا ينصره على أعداء وإن ربنا يثبت أقدامه، وكانوا خايفين جدا إن هو لو قتل ربما يجي واحد ملك ثاني فلا يعرف قدرهم ولا مكانتهم، يؤذيهم أو يعذبهم أو يسجنهم أو يردهم إلى قريش فيعذبوا. كانوا بين نارين، بين نار إن هم يقعدوا ولو هزم النجاشي أو قتل النجاشي ربما يجي واحد يؤذيهم، بين إن هم يرجعوا مرة تانية لكفار قريش ويرجع العذاب والأذى والفتنة مرة تانية. فكانوا قاعدين يدعوا دعاء من القلب إن ربنا ينصر النجاشي رحمه الله رحمة واسعة. وبالفعل في الوقت دوت النجاشي عمل حاجة حلوة قوي. قبل ما يروحوا يقاتلوا
كان يعني عشان بس يقنع البطارقة دولت ان هم يحاولوا ان هم يعني يتزعزعوا ويبعدوا عنه شوية. فحاول ان هو يقنعهم ان هو على دينهم، وراح جايبهم قبل ما يروح القتال قال لهم انتوا ايه اللي مزعلكم مني؟ ايه اللي قلبكم عليا؟ وكان هو جاب قطعة جلد، خدوا بالكم الحتة دي، قطعة جلد قلناها المرة اللي فاتت، وكتب عليها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وراح لابسها على صدره ولبس عليها اللبس بتاعه وراح جايبهم. قال لهم انتوا ايه اللي مزعلكم مني؟ سيرتي كانت ايه فيكم؟ قالوا خير سيرة. طب وايه اللي قلبكم عليا؟ ايه اللي قلبكم عليا بالمنظر ده؟ قالوا له ان انت تركت هذا الدين وبتقول ان عيسى عبد. قال لهم طب انتوا بتقولوا ايه في عيسى؟ قالوا نقول هو ابن الله. قال لهم خلاص وانا اقول مثل هذا، وراح مشاير على ايه؟ على الجلدة اللي كتب عليها واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله. قال وانا اقول مثل هذا. هم فهموا ان هو يقصد الكلام اللي هم قالوه، وهو عارف ان هو يقصد ايه؟ الكلام اللي مكتوب على الجلد. طبعا منهم من اقتنع وقال فعلا هو خلاص، لا هو ما زال على النصرانية، ومنهم اللي قال لا ده هو بيموه بالكلام او بيعرض، هو يقصد حاجة تانية خالص، وشكوا فيه وراحوا قلبوا عليه ابن عمه، والتقى الجيشان. المسلمين قاعدين يدعوا للنجاشي ان ربنا ينصره، بس في نفس الوقت قلقانين جدا. طب نعمل ايه؟ عايزين نطمن عليه باي طريقة، عايزين نعرف ايه اللي حصل، احنا قاعدين في قلق. فراحوا قالوا هل منكم رجل يذهب إلى الضفة الأخرى من النيل ويطمئن ويعرف ما الذي حدث للنجاشي؟ مين بقى يا جماعة اللي اتبرع في الوقت دوت؟ الزبير ابن العوام. الزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو يعني دايما كان في المواقف الصعبة ليه هو على طول في وش المدفع. فاكر حضرتك فيما بعد بقى لما جم المسلمون في عهد عمر بن الخطاب أرادوا أن يفتحوا بلاد مصر، لما استعصت مصر على عمرو بن العاص إيه اللي حصل؟ بعت رسالة لعمر بن الخطاب قال له أريد منك أن ترسل لي 4000 رجل حتى أستطيع أن أفتح بلاد مصر. عمر بن الخطاب راح بعت له 4000 رجل، وبعت له معهم رسالة مكتوب فيها من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، أما بعد فلقد أرسلت إليك 4000 رجل على رأس كل 1000 رجل، على رأس كل 1000 أرسلت إليك رجلا ب1000 رجل. كان من ضمنهم، من ضمن الأربعة دولت، الزبير ابن العوام. أول ما وصل الزبير لقوا واقفين عند حصن بابليون مش عارفين يفتحوه، قال لهم ما عليكم إلا أن تلقوني فوق الحصن وسيبوني بقى أنا أتصرف. طلعوا بسلم وصلوه فوق الحصن، راح رامي نفسه الناحية التانية في وسط جيش بلد كاملة، وفضل يقاتل لحد ما فتح الباب، وبفتح الباب دخل المسلمون وانتصروا على هذا الجيش، وفتحت مصر بفضل الله، وأصبحت مصر مسلمة بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الصحب الكرام. فالزبير بن العوام قال لهم أنا اللي هروح أجيب الخبر ده، بس اوصل ازاي الناحيه الثانيه؟ النيل كبير وواسع في المكان دوت، النيل عند الحبشه واسع جدا، اوصل ازاي الناحيه الثانيه؟ قالوا له ننفخ لك قربه ميه، قربه كده جلد يعني، وايه وننفخها لك واحضنها وعدي بيها الناحيه الثانيه. وجوم اهل الحبشه يبايعوه ويتوجوه مره ثانيه ملكا على الحبشه، نجاشيا على الحبشه مره اخرى. فعاد مره اخرى وراح عامل اجتماع طارئ مع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى لهم بقى اللي حصل طبعا ما بينه وما بين هذا العدو، وازاي ربنا نصره وازاي ربنا اكرمه الى غير ذلك. ثم بعد ذلك طلب من المسلمين حاجتين. اول حاجه قال لهم أنا أعلنت إسلامي لكني أريد أن أخفي ذلك عن قومي حتى لا يتألبوا علي مرة أخرى، وأنا مش خايف على نفسي، أنا برضو في النهاية خايف عليكم، لأن لو حصل أي انقلاب داخل الدولة أنتوا أول ناس هتتأذوا، لأن أنتوا ضيوفي وأنتوا على ملة، على غير ملة هؤلاء الناس، أنا خايف عليكم جدا. فأول حاجة رجاء محدش يعرف أن أنا أسلمت. الحاجة التانية خلوا الدعوة للإسلام اللي انتوا هتعملوها دعوة سرية،
يعني لا تجهروا بهذه الدعوة، لأن ممكن يحصل برضو مشاكل ليكم، وأنا أخشى عليكم من أذى هؤلاء الناس. يبقى النجاشي كان كل همه الأكبر في الموضوع ده حبايب قلبي هم المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خايف عليهم جدا. شوف حتى في عز الفتن والمحن اللي كان هو هيتعرض لها برضو في كل الموضوع ده كله خايف عليهم هم اللي يتأذوا. حتى لما قالوا له هنشيلك من على الملك ونجيب واحد تاني و قام قال لهم انا جهزت لكم سفينتين. قبل ما يجهز لنفسه مثلا على سبيل المثال، لما يكون واحد بيملك دولة بيحكم دوله ويحس ان هو معرض للخطر، اول حاجه بيعملها يا جماعه بيأمن نفسه بره ويأمن لاسرته ويهرب اسرته ويهرب امواله كلها، وبعد كده يفكر هو ازاي ان هو ايه يا اما يوطد الدعائم بتاعه الحكم بتاعته يا اما هو ايه يحاول ان هو ايه يهرب هو كمان وراهم. مش ده اللي بيحصل يا جماعه؟ لكن هو ما فكرش في كده ابدا، هو كل اللي فكر في حاجه واحده بس ما فيش لها تاني، ازاي يأمن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم يتحب ولا ما يتحبش؟ رحمه الله رحمه واسعه. المهم فقدر ربنا سبحانه وتعالى ان النجاشي خلاص الحمد لله ربنا ثبت اقدامه في ملك الحبشه، وبقى نجاشي الحبشه للمره الثانيه، وفضل زي ما هو موجود. وصل الكلام دوت لمين يا جماعه بقى؟ وصل الكلام دوت لحبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، وصل الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، وصلت رسائل من الصحابه الى النبي بان اصحمه ابن ابجر النجاشي بتاع الحبشه عمل معاهم كذا وضحى عشانهم بكذا، وقف معاهم وخاف عليهم وفضلهم على نفسه وعلى اسرته، وكان بيخاف عليهم من اي اذى يوصلهم، وعمل وعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فرح به جدا ودعا له دعاء كبيرا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أخذت الصلاة والعلاقات تتوطد ما بين النبي وما بين النجاشي. بدأ النبي يبعث رسائل للنجاشي، والنجاشي يبعث رسائل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لحد ما في سنة 7 هجرية، في سنة 7 هجرية حب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعت دعوة خاصة لستة من خيرة أو من كبار ملوك الأرض، وأعد لهذا الغرض ستة من خيار الصحابة، وطلب من كل واحد فيهم يتعلم لغة البلد اللي هيروحها. يعني مثلا اللي رايح الحبشة يتعلم اللغة الحبشية، اللي رايح مثلا لبلاد الفرس يتعلم اللغة الفارسية، اللي رايح لبلاد الروم يتعلم اللغة الرومي، وهكذا. فأعد ستة من الصحابة يا جماعة علشان يبدأ يبعت رسائل للملوك والأمراء عشان يخاطبهم عشان يدخلوا إلى الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. إيه اللي حصل والرسائل دي وصلت إزاي، ومين اللي وصل للنجاشي عشان يوصل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل. صلى على الحبيب. كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين، ملائكة في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي مرحبا بكم مرة تانية مع الجزء السادس من قصة النجاشي عليه رحمة الله ورضوانه. قلنا يا جماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا أخبار النجاشي والموقف الجميل الشجاع اللي عمله مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله على ذلك، وبدأت المراسلات تيجي ما بين النبي وما بين النجاشي، والنبي شكره شكر كبير جدا جدا على هذا الموقف العظيم. قلنا في أوائل سنة 7 للهجرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في دعوة الملوك والأمراء والرؤساء، وده من فطنة وذكاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم. دايما لما تدعو الرأس اللي تحتيه يلتزم، يعني لما يكون مثلا على سبيل المثال وده مثال بسيط، لما يكون واحد مثلا صاحب مصنع، المصنع ده فيه 600 عامل، فبدل ما تتعب نفسك مع 600 واحد واحد وكل واحد تكلمه عشان يلتزم ويصلي ولا ويعمل كذا وكذا، فلا لا بالعكس، انت تروح تدعو الرأس، تدعو صاحب المصنع، فإن التزم صاحب المصنع هيخلي كل اللي عنده يصلوا ويصوموا ويذكروا ربنا ويقروا قرآن ويتقوا ربنا ويعملوا، فيبقى أنت كده اختصرت على نفسك خطوات كبيرة جدا. وده اللي فكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بدل من الدعوات الفردية البسيطة ديت يدعو الملك، فإن أسلم الملك والتزم الأمة كلها ستسلم وتلتزم بفضل الله سبحانه وتعالى. فكر النبي عليه الصلاة والسلام يبعت رسائل لستة من كبار ملوك الأرض،
وكان على رأس هؤلاء النجاشي ملك الحبشة. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم واحد اسمه عمرو بن أمية الضمري. عمرو بن أمية الضمري النبي صلى الله عليه وسلم بعت معاه رسالتين مخصوصين للنجاشي. الرسالتين دول فيهم إيه؟ هتعرف حالا. راح عمرو بن أمية الضمري إلى ملك الحبشة ودخل عليه وحياه، فرد عليه النجاشي التحية، وأول ما جلس معاه واستريح شوية وكده، بدأ عمرو بن أمية الضمري يطلع أول رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها للنجاشي. الرسالة باختصار شديد جدا جدا حبيبي، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو النجاشي إلى الإسلام. النبي ما عرفش أنه أسلم، لأن النجاشي أسلم سرا على يد جعفر بن أبي طالب، وقال لهم محدش يعرف خالص ومحدش يفش هذا السر، لأن خايف أن القوم لو عرفوا أن أنا أسلمت يتقلبوا علي وعليكم ويقتلوكم. كان هو خايف على الصحابة جدا. فالنبي بيدعوه إلى الإسلام بالرسالة. أول ما جات الرسالة إلى النجاشي عمل إيه؟ وضع الكتاب على عينيه إجلالا له، حطه كده. ودي إن كانت بتدل على شيء بتدل على قمة التواضع والخلق الجميل اللي كان بيتحلى به النجاشي. لما وصلت نفس الرسالة إلى كسرى ملك الفرس، مسك الرسالة وراح مقطعها نصين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصله ذلك: مزق الله ملكه كما مزق رسالتي. وبالفعل يتقتل كسرى ملك الفرس ويضيع الحكم بتاعه، وتسقط إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم، لأنهم رفضوا وتكبروا. شفت إيه؟ فلما رفضوا وتكبروا الاثنين الإمبراطوريتين ضاعوا واتدمروا وهلكوا بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع النجاشي أول ما وصلوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حطها على عينيه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل عن سرير الملك تواضعا. يا سلام على التواضع. ثم أعلن إسلامه بين جالية المسلمين، كانوا موجودين ساعتها، كان الصحابة موجودين، فأعاد النجاشي مع أنهم عارفين أنه أسلم، لكن أعادها إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كنت أستطيع الآن أن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذهبت إليه وجلست بين يديه وتمرغت على قدميه. شوف يا أخي تواضع الملوك، شوف ما شاء الله. كان ممكن يتكبر يقول ده أنا ملك بلد، ده أنا النجاشي وكده ويتكبر، وممكن يسلم برضه، بس برضه يفضل فيه عزة الملوك. أبدا، في قمة التواضع. وصلت رسالة النبي حطها على عينيه وينزل من على سرير الملك. ما ينفعش ان انا اقرا رسالة النبي وانا جالس على سرير الملك، ابدا. لازم انزل على الارض تواضعا لله اولا، ثم تواضعا لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل من على الملك وقال لهم: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، والله لو استطعت ان اذهب الى رسول الله الان لذهبت ولجلست بين يديه وتمرغت على قدمي. ثم كتب الى النبي رساله رقيقه يجيبه فيها على الى دعوته المباركه، ويخبره انه قد اسلم قبل ذلك، وانه يجدد اسلامه مره اخرى اكراما لرساله النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سر النبي بهذه الرساله سرورا شديدا. الرساله الثانيه، قلنا ان عمرو بن اميه الضمري كان معاه رسالتين جايبهم من النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي. الرسالة الأولى بيدعوه فيها للإسلام فأسلم، والرسالة الثانية كان لها قصة جميلة أوي أوي ومؤثرة وحلوة أوي أوي. الرسالة الثانية إن النبي بعت للنجاشي بيطلب منه إن النجاشي يكون وكيله ويجوزه من رملة بنت أبي سفيان اللي هي أم حبيبة. إيه حكاية أم حبيبة؟ إيه حكاية رملة بنت أبو سفيان؟ ساعتها ما زال مشركا، أبو سفيان ما أسلم إلا في عام الفتح، وفضل في عداوة للنبي 21 سنة. خدوا بالكم، بنته اللي هي أم حبيبة، اللي قبل ما تكون أم حبيبة، قبل ما تخلف حبيبة يعني، كانت رملة بنت أبي سفيان، اتجوزت عبيد الله ابن جحش.
اللي هو أخو عبد الله بن جحش. وعبيد الله بن جحش كان مسلم وكان صحابي، فهي أسلمت وهو أسلم واتجوزه وهربت من بيت أبوها، لأن أبوها كان ساعتها من صناديد الشرك والوثنية، ولو عرف هيقتلها هي وجوزها. فهربت هي وجوزها فرارا من بطش قريش، تعذبوا وتبهدلوا وتأذوا إزاء شديد جدا. فهربت في ساعة كده، هربت هي وجوزها وطلعوا مع المهاجرين اللي هاجروا إلى بلاد الحبشة. فلما وصلت هناك حست بالراحة والأمان والفرحة، أنها عايشة في رحاب النجاشي هذا الملك العادل اللي فعلا خلى حياتهم، يعني حسوا كده بأمان وبيعبدوا ربنا، هم مرتاحين ويروحوا شغلهم ويأكلوا ويشربوا ويعبدوا ربنا وأمان وما فيش أي مشكلة خالص. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. في يوم من الأيام قدر ربنا سبحانه وتعالى إن عبيد الله بن جحش ارتد وتنصر. طبعا حتة إن هو ارتد وتنصر دي خلاف بين أهل العلم، وده من باب الأمانة العلمية. بعضهم بيقول لا هو 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 مات، وبعضهم بيقول لا ده ارتد وتنصر وفضل يشرب الخمر وطلب منها ثلاث حاجات. قال لها إما إن أنت تتنصري معايا، عفوا خيرها بين أمرين، إما إن أنت تتنصري وإما إن أنت تتطلقي. فلقت نفسها بين ثلاث خيارات أحلاهم مر، إما إن هي تترك دينها علشان خاطره، وإما إن هي ترجع لأبوها اللي هو أبو سفيان يعذب فيها ويأذيها، وإما إن هي تعيش هي وبنتها لوحدهم وتبعد عنه وتطلق وتعيش لوحدها في هذه الغربة وحيدة فريدة. فآثرت رضا الله. يا الله الدين غالي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، دينك دينك لحمك دمك. فقالت لا أطلق أحسن وأعيش أنا وبنتي وأبعد عنه. فقدر ربنا سبحانه وتعالى قبل ما يفكر عبيد الله بن جحش أنه يطلقها، في يوم من الأيام خرج وهو سكران وقتل وانتهت حياته في بلاد الحبشة. قعدت أم حبيبة هي وبنتها في الغربة، جوزها اللي كان معاها ارتد ومات وسابها لوحدها، لا تقدر ترجع مكة أو المدينة وتتأذي من أبوها اللي هو أبو سفيان، ولا هي قادرة تقعد وعايشة في عذاب شديد جدا. لكن بفضل الله من المحن تأتي المنح، ما فاتتش غير فترة بسيطة جدا 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 ووصلت رسالة بعض الصحابة إلى النبي يشكي له ويحكي له حال أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وإزاي إن هي ضحت بكل حاجة عشان تحافظ على دينها وعلى توحيدها وعقيدتها، وهي دلوقتي عايشة لوحدها في بلاد الحبشة. حب النبي يكرمها فبعت للنجاشي قال له أنت وكيلي في إنك تجوزني رملة بنت أبي سفيان. في اليوم دوت راح النجاشي بعت الواحدة يعني الجارية بتاعته كان اسمها أو الوصيفة بتاعته اسمها أبرهة، قال لها روحي بشري رملة بنت أبي سفيان إن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يتجوزها. فأبرهة راحت مخبطة على رملة بنت أبي سفيان، فرملة بتقول مين؟ قالت لها أبرهة، ففتحت قالت لها أبشري يا أم حبيبة، فلقد أرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خطابا للنجاشي ليكون وكيلا له في أن تتزوجي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نزلت على الأرض سجدت لله شكرا وهي بتبكي وفرحانة من شدة الفرح، فرحة لا يعني تخيلي حضرتك وانت قاعدة وجاي لك جواب إن النبي هيتجوزك، تخيلي بقى مدى فرحتك، فرحة ما بعدها فرحة. طبعا بعد الهم والغم والحزن والقلق اللي عاشته رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة جالها الخبر، فقالت لها النجاشي بيقول لك هتوكلي مين عشان يكون وكيلك؟ النجاشي هو وكيل النبي صلى الله عليه وسلم، مين بقى هيكون وكيلك عشان يجوزك؟ قالت لها خالد ابن سعيد ابن العاص، لأن ده أقرب واحد ليا في الغربة. وبالفعل جه النجاشي
ودعا الصحابة جميعا للحفل الجميل البهيج، أعظم حفل في الدنيا، لتزويج النبي صلى الله عليه وسلم من رملة بنت أبي سفيان، وقال لهم لقد أرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم يوكلني في أن أزوجه من رملة بنت أبي سفيان من أم حبيبة، وقد أمهرتها، قدمت لها مهر نيابة عن النبي 400 دينار، وده كان أغلى مهر تقدم لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت لها 400 دينار ذهبية مهرا لها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها خالد، ثم تقدم خالد ابن سعيد وقال أحمد الله أستعين وأستغفر وأصلي وأسلم على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، أما بعد فقد أجبت طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجته موكلتي رملة بنت أبي سفيان. الله. والنجاشي رحمه الله رحمة واسعة عمل وليمة كبيرة وأكل كل الصحابة وكل اللي أسلموا من بلاد الحبشة، حضروا الحفل الجميل دوت، والكل أكل في هذه الحفلة الجميلة، ونساء النجاشي راحوا بعتوا بقى العطور والحاجات الجميلة والهدايا الجميلة والأقمشة والحراير، بعتوها هدية لرملة بنت أبي سفيان كمشاركة في هذه الحفلة الجميلة. وبفضل الله سبحانه وتعالى أسلم طبعا أسلم النجاشي وأسلمت نساء النجاشي وبفضل الله سبحانه وتعالى، وكانت حفلة في غاية الروعة والجمال. ايه اللي حصل بعد كده يا جماعة؟ ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقة الاخيرة اللي جاية من حياة النجاشي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام.